standing on the bar, stomp your feet, start clapping. Got a real good feeling, something bad about to happen. Pulled up to the church, but I got so nervous, had to back it on up, couldn't make it to the service. Grabbed all the cash underneath my mattress. Got a real good feeling, something bad about to happen. To a girl in a pretty white dress, rolled down the window, waited a little too late. Said I'm headed to the bar with my money out the mattress. Got a real good feeling, something bad about to happen. Stand on the bar, stop your feet, start clapping. بلا شك مجموعة من الجميلات الرائعات، جمال حلو جدا جدا، وسلام لما يكون جمال مع طيبة بقى، يعني الجمال مع طيبة دي حاجة جميلة، لما تكون الست جميلة طيبة تبقى حاجة حلوة قوي. خليني أحكي لكم على فاليريا أبو شقرة. فاليريا أبو شقرة ديت بنوتة جميلة جدا جدا، لبنانية طبعا، من لبنان الجميلة، هذه البلد الرائعة المليئة بجمال من جميع أرضها جميلة حقيقة. حصلت على لقب صاحبة أجمل وجه في العالم، دي طبقا لمجلة اسمها جلوبال بيوتيز، ودي متخصصة، مجلة متخصصة في الجمال. فاليري أبو شقرة حصلت على لقب وصيفة الجمال في العالم والأجمل في قارة أسيا أيضا، وهي كانت فازت بالمركز الرابع في مسابقة ملكة جمال العالم، كان اسمها ضمن قائمة أفضل خمس مشتركات في هذه المسابقة العالمية. هي أساسا كمان ممثلة دراما، ممثلة بعض الأعمال الدرامية في لبنان، وكمان متخصصة في حاجة اسمها فنون الاتصال في راديو التلفزيون. ده يفهمني أن الجمال بتاع المرأة لا يغني عن الدراسة ولا يغني عن الفهم. سعادة جميلة قوي أنه المجتمع العربي بدأ يقدر الجمال وبدأ ينظر للوجه نظرة خاصة جدا، والنهاردة الوجه مهم جدا في فهمنا لتقاسيمه. الوجه أسرار، الوجه له فن في التعامل معاه. التهور زي ما دايما بقول، التعوير في الوش مفهوش معلش، والتهور في التعامل مع تقاسيم الوجه ممكن تكون نتاجته كارثية. والنهاردة عنواننا: هل ممكن يكون الإضافة سيئة ويكون التقليل أو الترك على ما هو حاله أفضل؟ المليمترات هتفرق؟ هتفرق. النهاردة حوار مثير للغاية مع الضيف عزيز للغاية، الخيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا المجال، وصاحب الكاريزما الخاصة والحضور، وطبعا الجماهيرية الكبيرة جدا بلا شك، أضاف لنا الكثير. والخميس من طبعا من رونقه الرائع وجود هذا الضيف المتميز للغاية، وقمة عمليات التجميل في مصر، واسم برضه عالمي كبير، الأستاذ دكتور حاتم السحار. في دهون ما تحت الجلد، والجلد نفسه في دهون. الليزر في ميزه ان انا بشفط كميه دهون كبيره جدا. انا بشفط 30 لتر ومن فتحه واحده الجسم كله. مفيش حاجه اسمها اشفط الجسم كله. كلمه عمليه لا تقام في العياده. العمليه بسهوله جدا، احنا نحافظ على الصدر بدون اي جوع، بتروح نفس اليوم. حقن الدهون ده اختراع بيصغر 15 ل 20 سنة. الأستاذ الدكتور حاتم السحار، أستاذ واستشاري جراحات التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية للتجميل والحروق، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل. الوجه والجسم، اهلا بيك دكتور حاتم. اهلا بيك دكتور، منورنا جدا، ربنا يخليك. الوجه والجسم، الوجه والجسم، خلينا نقول الجسم الاول النهارده، لكن خليني اقول لك انه كثر الحوار حول التعامل مع الوجه والجسم بتقنيه 3D وال4D. مفيش حاجه اسمها 4D او كتله، مفيش. لا لا لا، هو الكتله عباره عن 3 حاجات، طول وعرض وعمق، اللي هو الشيب. كنا زمان بنتعامل مع الحاجه كانها حاجه مسطحه، يعني مثلا بطني عاوز انزل، لازم قدام، طب الجناب، طب الوسط، طب مش عارف ايه، كان دايما بتعامل مع حاجه كانها مسطحه. عصيب. ما تعملش معاها كانها شيب ثلاثي الابعاد، ليه عمق وليه طول وليه عرض، فعشان اعرف ادي شيب كويس. الفوق دي بقى ده مصطلح جديد. ايه المصطلح الجديد ده؟ انا معتقد عليه مبدئيا، يعني هو البعد الزمني. يعني ايه البعد الزمني؟ النتيجه تظهر امتى؟
يعني تعمل النهارده انت تطلع النهارده. مفيش حاجه اسمها كده، عشان بس نعمل الاول كده، مفيش حاجه اسمها ايه كده خالص مع اي جهاز في العالم طبعا، عشان بس يبقى احنا متفقين. في حاجه اسمها الهيلينج بروسس، في حاجه اسمها قدره على الالتئام. قدره على الالتئام دي ولا انا ولا انت ولا اي حد ولا اي جهاز عملها، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنشتغل من بره، بنبتدي ان زي بتحفز حاجه معينه، وربنا هو بيكمل الشغلانه سبحانه وتعالى بنفسه. الورم يقل، الجسم ياخد وضعه الطبيعي، الكونتور الطبيعي، الجلد يتراكت، يرجع في وضعه الطبيعي. انما اعمل جسم بشري، جسم بشري، بشري، نسيج بشري، قدره الهيه. مفيش حاجه اسمها 4D، 4D اللي هو بعد الزمن. كويس. انما احنا بنتكلم دايما على 3D اللي هو 3 دايمنشنز اللي نعرفها، اللي هم الطول والعرض والايه والعمق، الشيب الكامل، الشيب الكامل لاي بني ادم سواء رجل او امراه، بحيث اديها الشيب الشكل اللي يناسب عظم جسمها او يناسب عظم جسمه. يعني ايه؟ مفيش حد يجي يقول لي والنبي انا شفت بتيجي لي كتير، انا لما بلبس مش عارف ايه بيبان عندي حته هنا، وبنات كتير قوي بيبانش عندهم. بقول بنات كتير بيبقى عندهم حاجه وحشه، هي عندك انت ايه؟ حلوه. حلوه. انت بتفرق من واحده لواحده. مفيش واحد يقول لي انا عاوز ابقى شكلي كذا، او واحده تقول لي انا عاوز ابقى شكلي كذا. انا عاوز اخليكي في احسن شيب بالنسبه لمقاييس الجمال عندك انت. طب مقاييس الجمال عندك تحدد بالنسبه لايه؟ لعظمك. الحاجة الوحيدة الكونستنت فيكي هي ايه؟ الثابتة. الثابتة عظمك. في اشكال كتير من اجسام المرأة. في يبقى مثلا وسطها رفيع والهبس عريضة ومش عارف ايه والكلام ده كله، وفي ناس مليانة كتير، دي هنتكلم عليها ازاي نوضحها، نجاحها الوضع الطبيعي بتاعها. في ناس بتيجي تقول لي شيل الجنبين خالص، شيل الجنبين خالص. وفي ست من جناب، في جناب بس جناب ما تبقاش عوامات، جناب اللي هو عشان يديك الانسيابية او الحرف السي اللي بنقول عليه من ايه؟ من جوه. الجناب دي انثوية جدا على فكرة. بيسموها لاف هاندل على فكره. هيبس داز نوت لاي. هيبس داز نوت لاي. تعرف الكلمه دي؟ طبعا. ان بيقول لك ان الهيبس، على فكره تقسيمه الهيبس دي خلي بالك تقسيمه عظم، وده اسمه الجاينكويد بلفس اللي هو الحوض الانساوي. عشان يسهل في الولاده. وهو ده الست اللي ما عندهاش هذا الحوض الانساوي تقلق منها جدا. ما ينفعش يبقى اجنبي كتير. انا بنحتك. يعني ايه بنحتك؟ بخليكي شكلك حلو في مقاسات معينه تناسب جسمك. تناسب جسمك من ناحيه ايه؟ من ناحيه العظم. هنحت ازاي؟ دي بقى الكلمه. هو في ناس بتسالني هو نحت الجسم بكام؟ والله ما بقول عليك. قلت له يعني ايه نحت الجسم بكام؟ قال لي يعني عاوز انحت جسمي. يعني ايه تنحت جسمك؟ اشفطه. مش اسمها كده. مش اسمها كده. لازم اشوف الدفوات. الدفوات، والدفوات دي علاجها ايه؟ هي شفط. شد. شد وشفط. شفط وبعدين شد في مرحله ثانيه. وات ايفر، كل حاجه وليها حاجه. انحت يعني ارجع شكلي بشكل كويس. ازاي بقى ده اللي بنتكلم فيه؟ ازاي ده لازم اشوفك واعرف شكلك ايه، او اعرف شكلك ايه، وعظمك مقاساته ايه، وازاي الحل بتاعك يبقى عامل ازاي؟ هل هو شفط بس، شد بس، شفط وشد، شفط بأني طريقه؟ هل هو تراديشنال الطبيعي لو عاوز اخد دون وحقنها، او ليزر لو هو حبه تراه البسيطه، او فيزر لو عاوز اعمل فاين ديفينيشن لحاجات معينه. مفيش حاجه تغني عن حاجه. كل حاجه، كل حاجه ليها استخدام معين في كل بني ادم. طب المراه تفاصيل جسمها او احتمالات جسمها احتمالات فعلا تربك. الراجل على فكره ما يربكش في رايي انا. الراجل واضح. الراجل ما بيربكش في اي حاجه. لا ما يربكش. يعني لما نيجي نشوف مقاييس شكل جسم الرجل باينه. ده الراجل والست مقارنه بينهم. بص مقارنه بينهم. انت لما بتنزل على راجل المفروض بينزل بعرض تشيست عالي جدا، او عرض الصدر عالي جدا، وبعدين ينزل زي حرف الفي تحته، بعدين الهيبس من تحت من اول الحوض لحد تحت ستريت. المراه مش كده. المراه بكل سهوله جدا لسه الحاجه الساقعه. اللي هي الرقبه وبعدين حته ضيقه، لا حته اللي هي الرقبه الضيقه، وبعدين تنزل التشيست سنة صغيره، تقفيره صغيره، وبعدين ننزل على حاجه رفيعه اللي هي الويست، وبعدين ننزل بقيت الحاجه الساقعه. لازم الهيبس تبقى عريضه عشان ندي الشق كيرفي ابييرنس اوف ا وومن. حاجه الساقعه الكوكاكولا، مش الكوكاكولا. بي لايك كوكاكولا. لو سمحتي خليكي زي كوكاكولا بالظبط. كويس. ده اسمه الكيرفز اوف ا وومن، منحنيات المراه. عظيم. الراجل ما فيهوش ليه منحنيات. هذه المنحنيات جانبيه واماميه وخلفيه. يعني لازم بالنسبه للمراه. ما هو ده 3 دي بقى. ده بالنسبه للمراه. بالنسبه للمراه. الراجل ما فيهوش المنحنيات دي. ستريت ستريت شيب. كويس. وعلى فكره وهي دي اللي خلت الرجاله تفكر في موضوع عمليات التجميل، ان بيلاقي يقول لك ايه، انا عندي الارداف مليانه شويه وبحس ان انا شكلي ايه وحش، لانه حاسس ان في كيرفات المفروض ما تبقاش هي ايه موجوده فيه. عندي الصدر عالي شويه، طيب عندي كيرف المفروض ما يبقاش ايه
في الفي شيب ده عندي اللاف هاندلز كتير اللي هي الجنبين العوامات دول، انا المفروض يبقى نازل كده. طيب ده اللي بنصلحه عشان ارجع الشكل الطبيعي اللي يناسب ايه عضمه. يعني مش هتكلم على تفاصيل، ان كل مراه في ست اشكال من اشكال جسم المراه الطبيعي، وفي بتاع ثلاثة او اربع اشكال من اشكال جسم الراجل الايه الطبيعي، لان دي بتعتمد على شكل تقسيمه العظم شكلها ازاي. ده الوضع الطبيعي سواء للراجل او الايه او المراه. عمليات التجميل النهارده ما بقتش حكر على الستات وبس، خلال الخمس سنين اللي فاتوا اصبح في اقبال كبير من الرجاله على عمليات التجميل، وصلت لزياده تقدر ب 106%. لكن يا ترى الرجاله بتتجه لعمليات معينه زي ما بنشوف الراجل في الجيم بيركز على التمرينات اللي بتبني عضلاته، والست بتحاول تكون رشيقه وتخسر وزن؟ في عيادات جراح التجميل الراجل بيبحث عن ايه؟ هل اهتماماته تشبه اهتمامات الست؟ وفقا للجمعية الأمريكية لعمليات التجميل، تأتي عمليات إعادة تشكيل الأنف في المرتبة الأولى لعدد العمليات اللي تمت مع الرجالة، بعدها عمليات جفن العين، وفي المركز الثالث شفط الدهون، ورابعا تصغير حجم منطقة الصدر، وأخيرا شد الوجه. من العمليات المثيرة للاهتمام اللي بيقبل عليها الرجالة دون السيدات الفك أو الدقن اللي بتدي شكل قوي للوجه وشفط الدهون من منطقة الصدر، واللي بقت تعتبر ماركة مسجلة في عالم عمليات التجميل الرجالي. ده في العالم، في مصر المصر رجالة رقم واحد الصدر، بتاعته رقم اربعة قبل الانف. قبل الانف لا الانف دي تبقى رقم يعني خمسة مثلا او يعني اربعة او خمسة. اتنين اللوف هاندلز اللي هم الجنبين. تلاتة البطن، شفت دون البطن. شفت اربعة يقول لك المية وحداشر وتجاعيد الفلوش البوتوكس. خمسة الانف. الانف تيجي بعد كده. الشفايف والدقن ما عملتهاش في مصر، عملت اجانب كتير بس ما عملتش في مصرية. انما الترتيب انزل التسدي تسدي 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 ده انتل تمورو انتل فوريفر وات ايفر يعني. كمية لا تتخيلها. لانه دي من العمليات المحرجة جدا بالنسبة للرجل. محرجة جدا وكتير قوي في مصر. انا ما توقعتش كده. انا مش هحكي لك، انا بقالي سنة ونص بشتغل يعني في المجال ده في القاهرة. الكمية كتير كبير. الاجانب اللي كنت بشتغل الهرمونات والفاست فود والاكل الغلط، الاكل هو ده والاكل الفاست فود والجنك فود والمحلات العالميه المليانه هرمونات دي هي اللي عملت كتير جدا. ومقاسي عملت وطلعت. انا جالي اخر حاجه راجل ولادين الاثنين، انا شفت راجل عنده ولادين الاثنين عندهم منهم ولد صغير، وانا ما بحبش اعمل ولاد في ولاد صغيرين بس بروحش المدرسه عشان المنظر صدقه. فكان المنظر ان باخد الواد الصغير وبنزله وطلعه، اخد الواد الكبير وانزله وبعدين اطلعه، خدت ابوه منزله وبعدين اطلعه وامهم قاعده. قلت لهم انت مش هتيجي عليك الشوف في الصف يعني. طب انا عايز اروح بقى للشد الشيب بتاع الدقن، الشد والشفط، ايه الاساليب الحديثه دلوقتي العالميه؟ الشد هو طريقه واحده هي السيرجيكال، ان احنا نشيل الجلد الزائد. يعني ايه شد؟ ان اشيل الجلد الزائد. يعني ايه اشيل الجلد الزائد؟ في جلد مترهل مش هيغض مع الوقت، فانت حلك الوحيد استأصل الجلد ده لان خلاص فقط الليونه بتاعته. ده الشفط. الشفط بشفط دهون. بشفط دهون. يعني ايه بشفط دهون؟ يعني بشفط دهون في منطقه معينه. يعني ايه منطقه معينه؟ يعني انت ما تجيش كليك تقول لي اشفطني والنبي يا فندم، يعني اشفط حضرتك من فين ولا فين ولا فين. ليا كميات محدده، ليا مناطق محدده، والشفط ليس للتخسيس. وبعد الشفط مش للتخسيس، للغي شيب. يعني ايه الري شيب؟ يعني في منطقه عندك زياده شويه عن بقيه جسمك عاوز ارجعها مع وضع مع جسمك الباقي. طب بشفط ايه؟ بشفط دهون. اشفطها ازاي؟ في ثلاث طرق. الترديشنال، وده بقى استعماله بسيط بس استعماله زاد تاني لما بقينا ناخد دهون عشان نحقنها. ما ينفعش اشفط دهون بليزر او فيزر عشان تتحقن، لان هيكسر الدهون اللي بتتاخد. فلازم الترديشنال ده بيستخدم الترديشنال اللي هو التقليدي. كويس. شفط الليزر، ما هو شفط الليزر؟ الشفط الليزر عباره عن شفط عادي معاه شعاع ليزر. هذا الشعاع بيعمل حاجتين، بيقلل كميه الدم المفقوده، بيسخن الجلد شويه في يعيد سكين تايتنينج، يعني يرجع الجلد للوضع الطبيعي. طب ده يستخدم امتى؟ في الجري زون. يعني ايه جري زون؟ في ستات ما عندهاش ترهل قوي ومش مشدوده قوي. انا فاهم القصه اللي هي ولا هي ترهل تقول انت عملت شد، ولا هي مشدوده قوي اللي هي تقول اشفطها عادي. كويس. فدي احسن حاجه ليها الليزر. الليزر يساعد ان الجلد يغض ايه شويه، او هشفط كميات كبيره. كبيره دي مش 20 لتر ولا 30 لتر ولا 40 لتر،
الكميات الكبيره دي عباره عن ماكسيمم 8 لتر وساعات بنوصل 10 و12 على حسب ايه؟ على حسب تحاليل العيان اللي جايه لي. مفيش عيان هيموجلوبينه 10 وصوته 8 لتر. مفيش عيان هيموجلوبينه 9 اصلا دخلوا العمليات، ده جاي يعمل حاجه في الفرد مش دخلوا ولا نقل دم ولا نقل اي حاجه بعد اي عمليه من دول. الفيزر it is for fine tuning. يعني ايه فاين تيونينج؟ الراجل عمال يلعب جيم كتير كويس ومش عارف يبين سيكس باكس لان عنده طبقه الدهون اللي تحت الجلد، دهون الجلد مش دهون اللي بتطخن، سميكه شويه. فدي شفت بالفيزر عشان اعرف اعمل ديفينيشن لهذه الايه؟ العضلات. العضلات لازم تبقى ايه؟ موجوده. ما فيش حد يجي يقول لي الفيزر والنبي طلع لي حبه عضلات. تقول تعالى بكره تعالى، يعني ما فيش حاجه اسمها كده. يبقى عندك عضلات انا هطلعها. انا كل اللي بعمله برفع الجلد عشان يبين التقسيمه اللي تحت هذا الايه؟ بزيد الدهون اللي مغطيه هذه الطبقه عشان ايه؟ اخليها ديفينيشن عليها. كويس؟ حاجات كتير قوي بتتعمل. كويس؟ بس العيان يجي يقول لك ايه؟ ودي حصلت يعني بقى بتحصلش والله بتحصل يعني. عاوز اشوف بالفيزا. قلت لها طب انا ما عنديش فيزا. طب اشوف بالليزر. لا مش هشوف. عاوز اشوف ازاي؟ قلت لها ما بعرفش اشوف. ما فيش حد يجي يقول لي انا عاوز اعمل ايه؟ انا هقول لك انت انا اي وظيفه جراحه تجميل يا جماعه عشان تبقوا عارفين، انت بتروح لمشكله معينه، اهم من المشكله تعرف حلها ازاي والنتيجه هتبقى شكلها ازاي. لان مشكله التجميل في مصر ان العيان انت بتتعامل مع عيان راضي او مش راضي، في الاخر هيبقى راضي على النتيجه او مش راضي على النتيجه. كويس؟ ان مش بتعالجه من حاجه. طيب يعرف ازاي راضي او مش راضي؟ يبقى متفقين قبل العمليه ان انت هيبقى شكلك كذا بعد كذا وهيحصل كذا ويبقى شكلك ايه كذا وهتلبس كرسي لمده كذا عشان يبقى شكلك كذا. لما يعني يبقى عارف ويستنى النتيجه وتطلع النتيجه اللي هو قلتها عليه خلاص اتس اوكي. فهي الشفط هو اثاره الدهون والفرق بينهم هي زي ما قلت لحضرتك. الحته اللي انا حسيت فيها بتوعيه منك دي فكرتني بانه الكوره في مصر اتضرت جدا لما الجمهور لعب ثلاث ادوار، لعب دور الجمهور ولعب دور الحكم ولعب دور اللاعب. لا والمدرب والمدرب والاداره ولعب ادوار كتير. برضه في التجميل يضر جدا التجميل كعالم التجميل عندما يلعب المريض دور الدكتور ودور المشخص ودور المريض. انت سمعت عن حاجات اسمها مركز الشفط العالمي ومركز الشفط ومش عارف ايه والكلام ده كله؟ لا ما سمعتش. موجوده في مصر مش موجوده في كل العالم. مركز الشفط العالمي هي في يعني ما موجوده في العالم كله، موجوده عندنا في مصر. مراكز الشفط العالميه، مركز مش عارف ايه الكلام ده كله، في حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها بادي كونتورنج، في حاجه اسمها اعاده شكل الجسم. انما يعني انت يعني ازاي اروح لواحد متاهل اقول له اشفطني عشان تنحتني؟ اقول له يعني ازاي؟ انا والله العظيم بسمع الكلام ده والله العظيم بتبقى مقاسي. انا في مركز الشفط العالمي ده في فيس سيرجري، في نوز سيرجري، في بريست سيرجري، في بره في كده الكلام ده، وانا الكلام ده محترم جدا. ودلوقتي احنا بنعملها في يعني كليه الطب في القصر العيني بقى بنقسم التيم، بقى في تيمز معموله لكل حاجه معينه. انما مش ايتم من تيم. مركز شفط يعني انت اخيتك شفط يعني اي حد هيخش يتشفط. هل بعد كل شفط نعمل شد؟ مش لازم، ما قلنا على حسب الكواليتي بتاعت السكين بتاعتك والعينه محتاجه ايه. هقول لك مثلا نمسك الدراعات، انت عندك انواع دراعات ممكن تبقى دراع مليانه بس دهون، ومثلا زي الصوره اللي قدامنا دي، الست دي فيها حاجتين، فيها دهون وفيها جلد. شفطت الدهون بس ما حلتش المشكله، هيبقى عندها زي الوطواط جناحين عماله تطير بيهم. هتبقى المشكله اسوء. كويس، شلت الجلد بس هيبقى لسه برضه دراعها ايه؟ تخين. فالحل ايه؟ اتنين، لازم اعمل شفط وشد. طيب شفط وشد دي العيال تقول لي بس ما حكتي انا جات لي يعني الفتره اللي فاتت دي جالي عين كتير قوي ودرعت، خسس دراعي لاكتر حاجه ممكنه، عاوزه ما يبانش يبقى قد كده، تعملي كده والله العظيم. اقول لها طب انت يبقى دراعك قد كده ودراعك من هنا يبقى قد كده، مازنجر ابو دراع ما ينفعش. ليها مقاسات، لازم هنا الوسخ للكوع لنص الارم للكتف يبقى كانه حته واحده، اللي كانوا الفلاحين بيقولوها زمان الايد الملفوفه او الدراع الملفوف. يبقى ليه كله مقاس ايه؟ متوازن. ما ينفعش من هنا رفيع وفجاه سبحان الله الاقي هنا بقى قد كده. ما ينفعش. وده عرض عظم. يعني مازنجر كان كده؟ ما اعرفش كان بيبيع. ايوه انا عارف. كان في ايدين كبيره قوي وتلاقيها. كويس. وتلاقيها هنا ما فيش اي حاجه. فانت لازم يبقى ده كله حته ايه؟ واحده. كويس. ما
خططين متدمرتين انت فاكر. فهي الفكره بتكلم بجد والله. اصل الناس اصل يجي يقول لك ايه سمعت مصر دكتور يخلي دراعك اصغر حاجه ممكنه. لا مش اصغر حاجه ممكنه. كويس يعني ايه اصغر حاجه ممكنه؟ اخليها متناسب مع بقيه ايه؟ مع بقيه الدراع بالمزوره بالملي والله العظيم المزوره بتاعك معايا جوه العمليات انا بحب بالله. شوف بقى الدراع متناسق مع بقيه الايه؟ مع بقيه الجسم. مع بقيه الجسم. هتقولي في جلد زي من تحت؟ لا مش في جلد زي من تحت، ده هو جسمه يبقى كده مظبوط. هي كده مظبوطه. مظبوطه قوي. ما ينفعش تبقى رفيعه. ما ينفعش تبقى ارفع من الساعد. هي كده مظبوطه. فين الجرح بقى؟ بيختفي. لا مكانه فين؟ مكانه هنا بالظبط. في الحز. في تجرحين على حسب كميه الترهل، ممكن يبقى تحت البط. ممكن يبقى طويل هنا. بالطول هنا. بالطول هنا. بالطول هنا. بس تحت البط ده حلو قوي على حسب كميه الترهل. وعلى فكره نو مفيش جرح. انا بقول للستات ايه؟ انت بني ادم كل يعني التغير اللي فيك بيحصل على طول. مفيش حد بيفضل ثابت طول حياته، بيتغير مع الوقت. بقول لها انا زي لسع صينيه البطاطس. اللي انت شايفيه ده هيروح. هيروح. طيب ده بالنسبه لي شد الدراع. ساعات او شفتها على حسب العيان محتاج ايه. شد البطن. البطن. البطن فيها ثلاث مشاكل. ايه ثلاث مشاكل بقى؟ رقم واحد البطن مش مجرد جلد ودهون. لا جلد ودهون وعضلات. دور على المشكله فين؟ ده من ناحيه التكوين التشريحي. المشكله جلد. طب كم في الميه؟ عضلات دهون. ادام في عضلات ضعيفه من حمل من ولاده من الكلام ده كله لازم تتشفط. الشفط مش هيشد العضلات. الشفط مش هيشد الجلد. فلازم عمليه شفط. طيب المشكله الثانيه في البطن ان البطن دي بقى اكتر حاجه بترسم الجسم. بالبلدي كده لما تيجي ست تقول انا عاوزه مثلا من الستات اللي يفقدوا وزن كبير قوي ويبقى عندها ترهل في ايديها وترهل في بطنها وترهل في ظهرها وترهل في رجلها. نبتدي بايه؟ مفيش حاجه اسمها تعمل كل ده مره واحده. نبتدي بالبطن. بقولها دايما كلمه واحده، ابتدي بالجذع وبعد كده الفروع. الجذع وبعدين الايه؟ الفروع. لان عشان نظبط فروع على شكل الايه؟ الجذع. البطن الست يا جماعه لازم عشان تبقى حرف سي الوسط مش عند الهبس، الوسط بيبقى هنا. الناس فاكره الوسط هنا. لا الوسط هنا في النص فوق الصوره بالظبط بإغراض من صابع حضرتك. ده اسمه الوسط. ده الحته اللي بنتكلم فيها اسمها الايه؟ الوسط. ولازم تنزلي انسيابيه على واسع. على فكره بالانجليزي اسمها ويست. ويست يعني قريبه. قريبه ما هو ده الوسط. كويس. الوسط ده بيتحدد بحاجتين، بالعضلات بتشد بطريقه معينه عشان تعمل الكيرف ده. اوكي؟ رقم اتنين ان الجلد يبقى مشدود. عظيم. كويس. نشيل الجلد. ده نشيل الجلد زياده بعد التراهل الفظيع اللي كان فيه والكلام ده كله. الصوره اختار الشكل اللي انت عاوزه، في حاجه اسمها بين بوينت، في حاجه اسمها قلب، في واحده عملتها بحرف اسم جوزها، في حاجات كتير قوي اتعملت. دي مثلا التراهل، لازم الجلد يتشد. الجرح فين؟ هو الجرح فين؟ مفيش جرح. لا دي من العمليات الجميله قوي. دي والله العظيم بكيني لاين. وبيختفي مع الوقت، ده برضه شفط، ده بقى بصي اللي حصل فيها ايه؟ شفط من الجناب عشان اعرف اظبط الكيرف ده. ليها جناب ولا مالهاش جناب؟ ليها لسه جناب بس الكيرف بقى معمول، مش نفس المقاس ده، مفيش ست مالهاش جناب. انا في واحده ست جات لي عملت لها كيرف كوكاكولا. مشكلتها دكتور لسه في جناب. يا بنتي عظمك كده. لا لسه في جناب، انا مش انا عاوز ابقى مسح. يا بنتي مش عارف يبقى مسح، ما ينفعش يبقى مسح، مفيش ست تبقى كده. لا انا مش عاوز ابقى كده. العقده النفسيه اللي عندها خلتها تفتكر ان هي ايه؟ لازم تبقى زي الراجل ستريت، لازم يبقى في كيرف. لازم يبقى في كيرف. ده اسمه ناحيه البطن. ناحيه البطن بقى لو في ترهل في عضلات يبقى لازم شد زائد شفط الدهون. طب لو في رجاله كتير قوي تقول انا عاوز اشفط بطني. الرجاله اغلبيتها ما بيعملوش شد. تعرف ليه؟ اللي ما عندهمش الترهل اللي عند الايه؟ الرجاله شفط معاهم بيعمل نتيجه معجزه. لان الست عندها مشاكل في الحمل والولاده وضعف عضلات البطن. ما هو ما بيحصل في مصر بس. طبعا انا هوريك حاجات. هوريك ستات حوامل بتتنطط وبتعمل كل الحاجات وبتشيل لحد الشهر التاسع. خلينا نروح لحته مهمه قوي لان دي مهتم بيها جدا. الظهر بتاع الستات اليومين دول فيه مشاكل، يعني كان زمان كل المشاكل في البطن في الجناب، الظهر كان كويس. كويس. النهارده الظهر بقى فيه كتل دهنيه، بقى فيه ترهلات ما كناش نشوفها قبل كده. في ثلاث مطبات. مطب فوق حز البراء ده اقل شهره. فوق حز انا عارف بس وفي مطب عند كل الستات المصريات. هتقول لي انا ما والله ما بشوفهم. هتقول لي اصل انا عندي مشكله. قلت لها المشكله اللي هي حته الدهون اللي تحت حز البراء. قالت لي هي دي. زائد الجناب اللي جايه من البطن وطالعه لايه؟ اهي بص.
كتله دهنيه رهيبه على فكره. دي مزعجه جدا بالنسبه للراجل اكتر من الست كمان. الراجل بيشايف مراته قدامه بتتحرك شايف الكتل الدهنيه دي، دي ضد الانوثه. هو كده بيشايفها قدامه يعني. ايوه هي بتتحرك، ما هو شايف من وراها. اه ما هي رايحه تعمل اكل، رايحه تعمل له شاي، مش عارف ايه الكلام ده كله، عينه رايحه عليه. بيرجع الدور ستريت تاني. مع وضع في الاعتبار، لو سمحتي هقول لك تمرين صغير كده، اعرفي كميه الدهون عندك ايه، وهل في مشكله في الجلد ولا لا، والمشكله الجلد الظهر دي جايه من ظهرك ولا جايه من حته ثانيه. اغلبيه دول بيبقى عندهم مشكله ثانيه، الناس مش واخده بالها، صدرها كبير. مجرد تزق صدرها يعني لو هنا دي الدلدله هنا ودون هنا، شفطت الدهون بس لسه في جلد صغير موجود، تشد صدرها الناحيه العكسيه هتلاقي الجلد اختفى، يبقى الجلد ده مرمي بسبب كبر حجم الايه؟ الثدي. فلازم تعرف ان كتير قوي يقول لك ايه دي مش دي مش عاجبني، لازم اشفط دي ولازم اعمل لك عمليه في صدرك اصغره عشان دي تختفي ايه؟ تمام. لان الجلد المغمي ده جاي مغمي من الايه؟ من الصدر. من الصدر. فده الضغط. نورتنا. في حاجات كتيرة لسه فاضلة، أنا أخدها إن شاء الله اللقاء القادم. إن شاء الله. إن شاء الله، بس كالعادة المرأة لها كامل الاحترام وكامل الحب، وجسدها نقدره جدا ونقف بكل إجلال وتقدير نحو عمليات تجميله، لأنها في النهاية تسعد هذا الكائن الرقيق الجميل اللي اسمه المرأة. الراجل صديقنا يعني ما يزعلش مننا إن إحنا برضه، لكن النهاردة والله إدينا له كتير في الكلام. يكفي إن هو شغال أحسن وظيفة في العالم. طبعا الراجل. لا. اي تي ام متنقل. نورتنا. كل شكر وتقدير لضيفي العزيز الجريء الاستاذ دكتور حاتم الصحار، استاذ واستشاري جراحات التجميل، الاستاذ بكليه الطب جامعه القاهره، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو الجمعيه الامريكيه للتجميل والحروق والجمعيه المصريه للجراحات التجميل. دائما الحوار رائع للغايه، والراجل المفروض فعلا يشتغل اي تي ام. ايه يعني ملازم؟ مين اللي يصرف؟ الراجل. الراجل اللي ما يصرفش ويغدق على زوجته ومراته وخطيبته وحبيبته ده ما يبقاش راجل كويس. بس ساعات بحط الكارت ما يشتغلش، الكارت بيبقى الناس يا باشا اغدق. انا بقول الراجل البخيل اسوأ راجل في العالم. مش البخيل قط بخيل. انا بقول لك اهو، خليك مع الدكتور. I have a nickel. Yeah. Hvilken klasse var det du, hvilken skole er det du gikk på? Ramberg. Ramberg? Vi er fra Moss. Fra Moss. Ta på øynene. Tusen takk. في برضه بروتوكول احنا بقينا نعمله في الجراحات، وكان اختيارنا ان احنا نعمل تكميم معدن. ميك ستار في جراحات السمنه. انا لو الزمن يرجع بيا هعمل العمليه وباصرار. الوزن اعاقته ان هو يمارس حياته الطبيعيه. كنموذج نتمنى انه يحتذي به الكثيرين عشان ينقذوا نفسهم من براثن السمنه المفرطه. اتحرك ببطء ببطء. وصل لوزنه مش قادر ياخد نفسه ومش قادر يتعامل مع الحياه. 50 كيلو شحوم على عضله القلب. مدى رضاء المريض، انا بالنسبه لي دي بتمثل 90% من نجاح. انت ملهم لناس عندهم نفس المشكله. للخرج للحياه متعوده. عمليه بترجع السن من 10 ل 15 سنه. شيء صعب جدا ان الانسان يكون منسي. انا خدت التجربه دي، قلت انا النهارده اقدر اعمل العمليه، بعد 5 سنين مش هقدر اعمل العمليه. رساله انا بوجهها للناس اللي بتسمعنا كلها، ما تشغلش بالك بالتكنيك، شوف النتائج بتاعت الناس ومدى رضاهم، وعلى اساسها خد قرار. سطح مهم جدا ان التكميم ممكن يعمل للاوزان الزايده جدا. هو كل واحد وليه طريقته.